لو عندك مناسبة وعايزة تخسي في أقل وقت ممكن، جربي معايا المكون دوت، معلقة رهيبة جبارة، هتنزل وزنك 7 كيلو في 7 أيام وأكتر كمان، هتنزل وزنك أكتر من 7 كيلو في 7 أيام وأتحداك. عايزة تعرفي المعلقة ديت وعايزة تعرفي الوصفة دي عملناها ازاي، حطوا لايك يا جماعة للفيديو ويلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا عملناها ازاي. ودلوقتي يا جماعة هنعمل مع بعض الكوباية اللي هتخليكي تنسي الأكل تماما. يعني ايه؟ هتخليكي تنسي الأكل تماما. الناس اللي هتقول لي يعني هننسى الاكل مش هناكل خالص، لا مش حكايه ان انت مش هتاكلي خالص، بس هتسد معاكي الشهيه، هتقلل معاكي يعني كميه الاكل اللي انت بتاكليها. بعد ما كنت بتاكلي كميه كبيره شهيتك مفتوحه على الاكل، لا هتبدا ان هي يعني تسد نفسك شويه كده عن الاكل، واحده واحده كده هتبص تلاقي معدتك بقى بدات تكش، بدل ما كنت بتاكلي كميه كبيره من الاكل هتبدا ان انت تاكلي كميه صغيره او كميه بسيطه معقوله، هيبدا جسمنا ينزل كده واحده واحده، هتخلي ما شاء الله جسمك رشيق وجسمك مثالي وما شاء الله. هتدعي لي لما تجربي الوصفه ديت، حطوا لايك يا جماعه وتعالوا يلا نشوف الوصفه عملناها ازاي. نبدا كده يا جماعه. اول حاجه هستخدمها في الوصفه بتاعت النهارده طبعا حاجه موجوده في قلب بيتنا، ده طبعا يا جماعه بصوا ده القرفة، يعني مش حاجة غريبة ولا حاجة، القرفة او الدارسين زي ما بنقول اهوت، معلقة صغيرة يعني مش كاملة تمام. قرفة طبعا يا جماعة زي ما انتوا عارفين القرفة او الدارسين دي بتزود معاكي معدل حرق بطريقة كويسة جدا جدا، كمان مفيدة جدا لجسمنا، وخصوصا يا جماعة البنات اللي هي بتبقى يعني ايه يبقى مثلا عليها يعني الدورة الشهرية وكده، ده برضو بتسهل معاها نزول الدورة، ده بتبقى كويسة جدا. ايه هو بقى يا جماعة المكون التاني؟ بصوا بقى هوت ده برضو كده ايه يعني اهو، بصوا يعني هي شبه برضو القرفة دي يا جماعة، القهوة زي ما انتم شايفين، محتاجة برضو معلقة كده من القهوة. المكونين دول هيخلي ما شاء الله جسمك كده يعتبر مكنة حرق، هتنزل معاكي وزن بطريقة يعني طريقة سريعة جدا، يعني خلاف كده وكده كمان ان هي هتسد معاكي الشهية. طيب هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ بعد كده بقى هننزل عليهم بكوباية الماء المغلية زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو. وهنبدأ بقى نقلبها بالطريقة دي كده اهو. حابين تغلوها على النار مفيش مشكلة، حابين تعملوها بالطريقة ديت برضه مفيش مشكلة. بص بقى القرفة كده مع البن، وهنقلبها كويس اهو. بصوا بقى بتعمل ازاي. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هقوم مغطيه عليها بقى كده لمده 5 دقايق لغايه ما تبدا ان هي تهدى معايا خالص، وبعد كده هنعمل ايه؟ شوف بقى المكون اللي احنا هنحطه اهو، معايا الليمون زي ما انتم شايفين كده اهو. خلاص بعد ما عدى 5 دقايق الكوبايه بدات ان هي تهدى معايا، هنقوم عاملين ايه بقى؟ هنقوم واخدين نص ليمونه كده اهو بالشكل ده كده اهوت، وهنقوم عصرينها كده على الكوبايه بتاعتنا تمام ده كده. خلصي هنقلب بقى الكوبايه بتاعتي بقت جاهزه ان انا كده ايه اشربها اهي، طعمها كويس جدا وريحتها ما شاء الله تحب ان انت تشربها كده وهي سخنه ملهلبه. ده بسم الله ما شاء الله يعني حاجة كده يعني بن مع قهوة هتخليكي تشربيها ومتاكليش بعدها حاجة تانية ابدا، بس ده طبعا مش موضوعنا. موضوعنا طيب هتتاخد امتى يا جماعة الكوباية ديت؟ ده ان شاء الله هتاخديها قبل كل وجبة، هتشربوا كوباية زي دي. طب ليه قبل كل وجبة؟ علشان تسد معانا الشهية بطريقة كويسة جدا، يعني قبل وجبة الغدا كده بنص ساعة هقوم اعمل كوباية زي ديت وهشرب، هاجي ساعة الغدا هحس كده ان انا شهيتي بدأت ان هي تتقفل عن الاكل، ماليش نفس ان انا اتغدى، او لو انا حتى اتغديت هاكل بكميات قليله جدا او بكميات بسيطه جدا، خلاف كده وكده كمان ان هي هتزود معايا معدل حرق. اي اكل انا هاكلها هتبص تلاقي جسم كله بدا ان هو يحرق اي اكل او يحرق اي حاجه، بدا يحرق اي حاجه في جسمه تمام. طب ناخدها كم مره؟ ده يا جماعه ان شاء الله هناخدها قبل وجبه الغدا، لو احنا بنتعشى هناخدها قبل وجبه العشاء، بس يعني بس انا يا جماعه ما بنصحش اي حد ان هو يتعشى. لو انت فعلا مش هتقدري تنامي وانت جعانه حاولي ان انت تاكلي اكل خفيف، هتاكلي مثلا قطعه جبنه قريش، طبق سلطه، علبه زبادي معصور عليها ليمونه، عليها معلقه كمون بسيطه خالص او نص معلقه، كل الحاجات ديت لو انت عملتيها مع الكوبايه ديت
دي ما شاء الله خلال اسبوع واحد بس يعني اتحداك ان انت هتنزلي وزن كويس جدا. مش عايزه اقول لك ان انت ممكن تنزلي اكتر من 7 كيلو في 7 ايام. انا عايزاك تجربيها بنفسك وان شاء الله هتحكمي الوزن اللي انت هتنزلي. بس قبل ما تاخدي الوصفه ديت هقول لك على معلومه بسيطه جدا، عايزاك يا بنات توزني نفسكم قبل الوصفه وبعد الوصفه، تمام؟ يبقى دي كده يا جماعه قلنا طبعا هتتاخد قبل وجبه الغداء. ولو بنتعشى بكرر تاني اهوت، لو بنتعشى يا جماعه هنشرب كوبايه زي دي، مش هنتعشى ونتعشى كده حاجه خفيفه بلاش، كفايه قوي قبل وجبه الغداء، تمام؟ تعالوا بقى نعمل الكوبايه التانيه مع بعض، ودي اهم كوبايه لازم نواظب عليها ناخدها كده كل يوم على الريق. انا دلوقتي يا جماعه هنعمل ايه بقى مع بعض كده؟ معايا طبعا الميه بتاعتي عاديه خالص، هاخد كده نص كوبايه ميه اهو، نص كوبايه ميه مش هنكتر ولا حاجه. ده كده يا جماعه نص كوبايه الميه زي ما انتم شايفين معايا اهو. وطبعا معايا الخل العادي الخالص اهوت، ده يا جماعه خل عادي من بتاع البيت. هنعمل ايه؟ حاجه سهله وبسيطه بقى، مش هنقول لا ليمون ولا هنقول اي حاجه. الناس اللي بتتحسس من الليمون مش هنقول لها حط ليمون، هنحط نص معلقه صغيره خالص اهوت. بصوا يعني هنقص منها شويه كده عشان ايه محدش يقول الخل، يعني هي يعتبر معلقه صغيره من بتاعه الشاي مش هتاثر. هي شايفينها واضحه معايا؟ ايه. وهنحطها كده اهوت على نص كوبايه الميه كل يوم الصبح اعمل كده اهي، تمام؟ وهنقوم شاربينها حاجه بسيطه خالص. ده كل يوم يا جماعه الصبح هنعمل كده للخل علشان الناس ما تقولش طب انا متحسس من الخل او الخل ممكن ياكل معايا جدار المعده. لا، الخل ممكن ياكل معاك جدار المعده امتى؟ لو انت بتقلل الخل مثلا على السلطه، على الميه، بتشرب الخل كده. يعني في ناس ساعات بتشرب الخل كده يا جماعه بالبق، لا هي يعني يعتبر معلقه صغيره خالص، بصوا معلقه صغيره خالص من بتاعه الشاي ممسوحه كده، يعني حاجه بسيطه. هنحطها على نص كوبايه الميه وهنشرب كل يوم الصبح. هنواظب بالطريقه ديت على الكوبايه ديت مع الكوبايه اللي احنا عملناها ديت اهوت، حطهم كده جنب بعض بالشكل ده كده. هتبص تلاقي وزنك بقى يعني ما شاء الله وزن مثالي جدا جدا، يعني مش هنحرم بقى نفسنا من الاكل ولا هنحرم نفسنا من اي حاجه لو احنا خدنا الكوبايتين دولت خلال اسبوع واحد بس. ان شاء الله هتحداكي وهتقولي لي باذن الله على النتيجه. وده كده يا جماعه كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.